السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فرحان الجربة من مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم للأستاذ الدكتور عمار صفر. حديثنا اليوم عن جوجل كلاس روم، عملاق شركة جوجل. وللتعريف، هو برنامج متخصص في إدارة عملية التعليم بطريقة سلسة وسهلة جدا، وهذا ما عودتنا عليه شركة جوجل: سهولة منتجاتها، سهولة تطبيقاتها، سهولة برامجها. وبالتالي يمكننا إنشاء بيئة مناسبة لمتابعة الواجبات أو إقامة المناقشات التعليمية أو حتى المحاضرات. أي شخص فينا يمتلك جيميل أو حساب في جوجل، مجرد الدخول إلى المتصفح الرئيسي للمحرك جوجل، نجي عند الحساب الرئيسي في هذه الأيقونة، وهي عبارة عن ملخص لتطبيقات ومنتجات شركة جوجل. ما ننسى أنه جوجل كلاس روم يتوفر أيضا على تطبيق، لكن شرحنا اليوم راح يكون جوجل كلاس روم عن طريق الويب سايت. مجرد الضغط على خانة تطبيقات جوجل أو منتجات جوجل، نلاحظ بروز أيقونات جل تطبيقات جوجل ومنتجاتها. وكما نعرف، شركة جوجل أحد الشركات الرائدة في هذا المجال، وتدخل منافسة شرسة مع مايكروسوفت الأشهر عالميا. ولأنني أحد عشاق شركة جوجل ومنتجاتها، أحب أعرض لكم بعض الإحصائيات والأرقام لجوجل كلاس روم. لكن قبل عرض الإحصائيات، نريكم طريقة الدخول إلى جوجل كلاس روم، أما عن طريق محرك البحث العادي، أو إذا كنت تملك حساب جيميل، نضغط على هذه الأيقونة، وهذه كل تطبيقات جوجل. هذا هو تطبيق جوجل كلاس روم. مجرد الضغط عليه، لو كنت تملك حساب جيميل، راح يأتي بك إلى هذه الصفحة. طبعا أنا عندي فصل دراسي سابق هنا موجود يظهر، أما بالنسبة للأخوة اللي أول مرة يستخدمون، ما راح يكون يظهر لهم أي شيء في هذه الخانة. أستعرض معاكم بعض الأرقام والإحصائيات لجوجل كلاس روم. تقريبا في منتصف عام 2014، دشنت جوجل أو أطلقت الإطلاق التجريبي لجوجل كلاس روم، وكانت هي عبارة عن نسخة تجريبية متاحة لبعض أعضاء البرنامج، وكذلك لبعض المطورين. من نفس العام، في الربع الثالث تقريبا، أصدروا جوجل كلاس روم بشكل رسمي. في عام 2015 كان جوجل كلاس روم تقريبا مخصص لمسؤولي المدارس أو مدراء المدارس أو المطورين، حتى يسمح لهم بالمزيد من التفاعل في القاعات الدراسية الموجودة في جوجل كلاس روم. أيضا في عام 2015 أضافت شركة جوجل لجوجل كلاس روم تطبيقها جوجل كالندر، وهو تقويم جوجل. كثير من الناس يستخدمون تقويم جوجل. أضافته لجوجل كلاس روم حتى يتسنى لبعض المستخدمين إدراج بعض المهام على التقويم، إدراج بعض الواجبات أو التكاليف، إدراج بعض المواعيد المهمة للمحاضرات، وما إلى ذلك. في عام 2017 قامت جوجل بفتح المجال لأي مستخدم في جوجل، يعني أي شخص يملك حساب جيميل من 2017 كان عنده الاستطاعة أنه يدخل وينشئ فصول، أو ينضم إلى فصول، أو ينشئ محاضرات أو ندوات داخل جوجل كلاس روم. في عام 2018 أضافوا كثير من التحديثات لجوجل كلاس روم،
أضافت قسم للصف الدراسي، حسنت من الواجهات، أضافت خانة الدرجات بالنسبة للمعلمين إذا يحب يحط درجات، أو بالنسبة للمستخدمين إذا كانوا يحبون يستخدمون جداول الدرجات. أضافوا كثير من المميزات أمانة في عام 2018. في عام 2019 أضافت جوجل تقريبا 80 موضوع يوضح طريقة استخدام جوجل كلاس روم، ويسهل على المستخدمين التعامل معها. وكما نعرف، أي مستخدم للمنتجات جوجل يعرف أن جوجل تشتهر في البساطة والسلاسة، بدون أي تكليف، بدون أي أوامر معقدة. سعة الانتشار يهتمون لها جدا. كذلك أخيرا وليس آخرا، جوجل قدمت جوجل كلاس روم ب 42 لغة مختلفة، من ضمنها كانت اللغة العربية، كما أضافت أو أتاحت لمختلف منتجات جوجل إمكانية استخدامها مع جوجل كلاس روم، يعني مثل محرر مستندات جوجل أو جوجل داكس، جوجل درايف مثلا، الجيميل. تقريبا كان التوجه للتعامل الغير ورقي. الآن راح نبدأ شرح جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم عبارة عن كواجهة عبارة عن ثلاث أوامر أو ثلاث خيارات رئيسية. الخيار الأول عندنا هذا، ومجرد الضغط عليه راح تظهر لنا قائمة راح نشرح إن شاء الله كل خيار فيهم وإيش وظيفته. عندنا المهم الثاني، علامة الاستفهام، هذه ثاني أهم خيار موجود في الواجهة، وراح نتكلم كذلك عن أوامرها اللي موجودة داخل بالتفصيل إن شاء الله. الخيار الثالث واللي هو الأهم، ويعتبر العصب الرئيسي أو الشريان الرئيسي لجوجل كلاس روم، هي علامة البلس هذه، وكذلك راح نتكلم عن الخيارين اللي موجودين داخل إن شاء الله. نبدأ بالخيار الأول وهو القائمة الرئيسية. نلاحظ مجرد الضغط على القائمة الرئيسية يظهر لنا خيار الصفوف، خيار التقويم اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي أضافته جوجل لاحقا، المهام المطلوبة، وهذه خانة الصفوف المؤرشفة وراح أتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. كذلك في خانة الإعدادات، تنويه مهم، الإعدادات هذه اللي أنا مأشر عليها الحين، هذه إعدادات خاصة في جوجل كلاس روم كاملا. ليش أنوه عن هذه الحاجة؟ لأنه في إعدادات لكل فصل موجود داخل على حدة، عشان لا نتلخبط. هذه تعتبر الإعدادات العامة لجوجل كلاس روم، يعني ما يتم اختياره في هذه الإعدادات ينطبق على كل الفصول الدراسية التي سنقوم بإنشائها. الخيار الأول الصفوف، لو ضغطنا، أنا حاليا يظهر لي فصل سابق كنت مسجل فيه. بالنسبة للمستخدمين الجدد، مجرد الضغط على كلمة صفوف لن يظهر لها أي شيء، لأنه لم ينشئ وكذلك لم ينضم لفصل دراسي. التقويم، خانة التقويم، نلاحظ وجود التواريخ هذه. ما يميز الكالندر الحقيقة في جوجل كلاس روم أو أي تطبيق آخر أو أي منصة أخرى هو عملية الجدولة. إذا كانت في عندك اجتماعات مهمة أو حصص دراسية مهمة أو تطلب تكاليف مثلا من المستخدمين أو من الطلاب عندك، مجرد إدراجها في هذا التقويم سيكون أو ستكون عملية إرسال التكليف واستلامه أو استقباله إلكترونيا بدون أي تدخل منك. يعني على سبيل المثال، لو فرضنا كلفنا الطلبة في واجب وأضفناه في تاريخ واحد مثلا، وحطينا تاريخ الاستحقاق 3، ما راح يستدعي الطالب إنه يقول لك يا أستاذ مثلا أنا خلصت وأبي أسلم، كما جرت العادة في الفصول الواقعية.
إدراج التكليف وإدراج تاريخ الاستحقاق يسهل عملية استقبال وتسليم التكاليف بين الطلبة والمعلمين. هذا كان الخيار الثاني بالنسبة للقائمة الرئيسية. ونلاحظ هنا مكتوب كل الصفوف، يعني على سبيل المثال لو كنت معلم لأكثر من مرحلة وكان عندك تقريبا 3 أو 4 فصول، تقدر تحط تكاليفك أو تنويهاتك أو الإعلانات المهمة عندك في كل فصل على حدة. أما إذا كانت مثلا في تنويهات أو إعلانات مهمة تشمل كل الفصول، فيمكننا اختيار كل الصفوف عفوا. هذا بالنسبة للخيار التقويم. في هذه الخانة المهام المطلوبة في حال كنت مكلف في بعض الواجبات أو كنت صاحب هذه الواجبات، فيمكنك من هذا الخيار الاطلاع على المهام التي كلفت بها الطلبة وما هو مفقود منها، ما لم يتم تسليمه وما تم تسليمه من تكاليف أو واجبات. ويظهر لنا هنا واضح ليس هناك تاريخ تسليم المهام التي تم الانتهاء منها سابقا، مهام هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي وهكذا سابقا. ونلاحظ هنا وجود تكليف كان مطلوب مني في فصل سابق. هذا بالنسبة للمهام المطلوبة. الصفوف المؤرشفة هذه قلنا بنتكلم عنها. في حال على سبيل المثال خلصت من هذا الفصل اللي هو كان يظهر أمامكم، فصل مبادئ اللغة العربية، لو قلنا أنه انتهى الكورس الحمد لله وخلاص الفصل هذا ما عدت أحتاجه، يعني يمكنني نقله إلى هذه الخانة، خانة الصفوف المؤرشفة. هذا لا يعني مسحه نهائيا، بالعكس، وهذه أنا أراها أنها ميزة تقدمها جوجل كلاس روم، بحيث يمكن الرجوع للصفوف المنتهية، لا يمكن التعديل عليها، لا يمكن الإضافة لها إلا إذا أنا قررت، أنا صاحب المادة التعليمية أو صاحب هذا الفصل، إلا إذا أنا قررت إعادة تعديله أو إضافة شيء عليه. بالنسبة للطلبة راح يبقى عندهم صف مؤرشف يمكنهم فقط الاطلاع عليه، الاطلاع على التكاليف اللي موجودة فيه، الاطلاع على المعلومات التي قدمت خلال هذا الفصل. ننتقل بعد ذلك إلى خيار الإعدادات، ومثل ما قلنا إنه هذه الإعدادات هي تعتبر إعدادات عامة كاملة على جوجل كلاس روم، هي ليست معنية في الفصول، كل فصل له إعدادات خاصة. أما هذه الإعدادات فهي عبارة عن إعدادات عامة لجوجل كلاس روم. يظهر هنا الملف التعريفي، الإشعارات. هذا الإشعار تقريبا هو أهم الإشعارات اللي موجودة في هذه القائمة، قائمة البريد، تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني. من هذا الخيار يمكنني استقبال أي إشعار يأتيني من أي طالب أو من أي صف دراسي أو من أي طالب موجود عندي. نلاحظ شيء مهم، لو اخترت أني ما أبي أتلقى الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، يعني إذا في حال دخلت جوجل كلاس روم راح أقدر أشوف الإشعارات، لو سكرنا نلاحظ أن ما تبقى من خيارات أنا غير معني بها. ليش؟ لأني أصلا وقفت الإشعارات. لكن إذا اخترت أني أبي أتلقى إشعارات بالبريد الإلكتروني، أجوبة الطلاب، تسليم واجبات وما إلى ذلك، راح نشوف ظهرت لنا باقي الخيارات أو باقي الأوامر. بالنسبة للتعليقات أو الكومنت، نلاحظ أنه كل مشاركة حاطين لها خيار، يعني مثلا التعليقات على المشاركات أبي أفتحها ولا أبي أقفلها، التعليقات التي تشير إليك واللي نستخدمها احنا بشكل يومي كمصطلح منشن، يعني إذا أنا أسمح لأحد يمنشني على حاجة مهمة إذا أبي أطلع عليها أو لا، كذلك هنا يعطي الموافقة أو الرفض. التعليقات الخاصة على العمل، هناك تعليقات على الرسائل الخاصة
او الدايركت مثلا.